وللحديث أكثر عن هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من القاهرة الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية. أهلا بك معنا في نشرة الأخبار. وبداية وبعد تدشين إعلان مملكة البحرين في القاهرة وإقامة هذه الأمسية الفنية، حدثنا عن العلاقات البحرينية المصرية وأوجه التعاون بين البلدين خاصة في المجال الثقافي. بسم الله الرحمن الرحيم. في الأول برحب بحضرتك وبالسادة المشاهدين وبكل الشعب البحريني الصديق الصدوق. يعني الحقيقة شعب البحرين أو بالأخص الأصدقاء البحرينيين بيتميزوا فعلا بأن هم يعني يعني عندهم قدر من المحبة والصداقة للشعب المصري، فأنا يعني حابب أن أنا أقول دي في البداية. لكن ده سببه أن العلاقات المصرية البحرينية طبعا تتميز بصلابتها عبر التاريخ ووحدة في المواقف السياسية. والحقيقة طول الوقت يعني البحرين بتدعم مصر ومصر بتدعم البحرين في كل الظروف اللي بتحصل في المنطقة عبر التاريخ. وطبعا تعززت هذه العلاقات في عهد جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة وفخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. طبعا العلاقات الثقافية، أنا خليني أتكلم بقى عن العلاقات الثقافية بين البلدين، ليها تاريخ طويل لأن طبعا البلدين بيحملوا يعني حضارة عريقة ومن أهم الحضارات في المنطقة. وعلى بقى مر التاريخ أو كان دايما بيحصل تبادل في البعثات الثقافية من خلال المهرجانات والمعارض التي تقام في البلدين. ومن هذه المعارض على سبيل المثال معارض الفن التشكيلي بمشاركة الفنانين المصريين في البحرين والفنانين البحرينيين في القاهرة، وكذلك معارض الكتب وغيرها من النشاطات الفنية الثقافية الحقيقة اللي يعني بتحافظ الدولتين، وهم من أكثر الدول في المنطقة حفاظا على النشاط الثقافي في المنطقة. وطبعا امبارح او تحديدا كانت أمسية يعني من اجمل الأمسيات الثقافية الفنية. بدأناها بكلمة او قصيدة للشاعر الجميل السفير الاول لمملكة البحرين بالقاهرة السفير تقي محمد البحرنة، وأعقبها يعني قصيدة للفنان المصري الجميل الشاعر شوقي حجاب. والحقيقة كانت أمسية جميلة، وكان أجمل بقى ما فيها تقديم الفن البحريني وجمال استقبال أو حب واستقبال الجمهور المصري للأغاني البحرينية الوطنية والأغاني الجميلة العاطفية، وكمان الفرقة البحرينية والمغنيين البحرينيين أمثال زي الأستاذ الجميل أحمد الجميري فنان هند، وبقيادة الفنان الشاب الجميل اللي إن شاء الله يبقى عنده مستقبل جميل زياد زيمن، وهو يعني من الشباب اللي أنا بتوعد أو يعني شايف إن هم إن شاء الله يبقى ليهم مستقبل جميل. الحقيقة تجاوب الجمهور بشكل يعني منقطع النظير. فالحقيقة كانت أمسية من بدايتها جميلة بتعبر عن الصداقة ما بين الشعب المصري والشعب البحريني. نعم، من القاهرة الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية، شكرا جزيلا لك.